متابعة لسير عملية الإحصاء الخاصة بالمواطنين الذين لم يتم تقييدهم حتى الآن على السجل الوطني للحالة المدنية، عقد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة رفقة مستشار واري غورغول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية اجتماعا موسعا مع المنتخبين ورؤساء المصالح وهيئات المجتمع المدني لتدارس وضعية الإحصاء على مستوى الولاية وجهود التحسيس المبذولة لإنجاح هذه الحملة. على نهاية عملية التقييد التكميلي انطلقت من نواكشوط يوم 11 يوليو 2023، وبالنسبة لولاية غورغول كانت مقبولة بعين الاعتبار وأطالها وجهز لها وعبئ لها أكبر الوسائل المتاحة ذخوات الولايات الأخرى على مستوى الوطن. أختار أقول عن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ قاسواني بعض التعهدات، كيف تعرفوا وليك التعهدات هي اللي احنا كوكالة متباركين مع التنفيذ، يعني كل مواطن يلا يحصل على رقم الوطني ويلا تعود أوراق الثبوت يعني. وعلى ذلك الأساس وسيرت ذيك البعثات، وبعد شهرين حكما من انطلاق العملية جاءت الزيارة اللي كنا نقيمه نقوم بتقييم شامل للعملية ونشوفه ذاك اللي فيها من نواقص والخلل ياكن نحلوه ونتقلبوا عليه من أجل وصولنا ذاك الهدف اللي هو تقييد جميع مواطني موريتانيا في جميع تراب موريتانيا. وقد استعرضت السلطات الإدارية والمنتخبون خطط التحسيس المعتمدة في هذا الإحصاء وأليات الرقابة التي تقوم بها اللجان المحلية وممثلو الوكالة من أجل الضبط وتدقيق هويات المستفيدين من الإحصاء الذي سينتهي أواخر السنة الجارية. ومن أجل الاطلاع ميدانيا على عملية الإحصاء أدى المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة رفقة السلطات الإدارية بولاية غورغول زيارة لمركزي التقييد المفتوحين في بلدية جول وتجمع العاطف في بلدية تيفوندسيفا. وخلال هذه الزيارة تعرض المدير العام على ظروف عملية التقييد والإجراءات التي تقوم بها اللجان المشرفة من أجل تسهيل استفادة المواطنين والتدقيق في هويات المتقدمين لمراكز الإحصاء والفرق المتنقلة التي تجوب حاليا مختلف القرى والتجمعات السكنية من أجل تقريب الخدمة من السكان لتكتمل عملية الإحصاء بنجاح قبل 31 من ديسمبر المقبل. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، تجمع العطف.